بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه صوم الميلاد، بمناسبه اعياد الشهداء اللي بنحتفل بهم في شهر هاطور، من بدايه عيد شهيد مريمينا 15 هاطور لغايه يوم 25 هاطور عيد الشهيد ابو سيفين. كل سنه وانتم طيبين. انا هتكلم معاكم في مدة صغيرة جدا ونتأمل في رسالة معلمنا بولس، في قراية البولس اللي احنا سمعناها النهاردة. بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الإصحاح الثامن اتكلم على الرجاء، اتكلم على الرجاء وبيقول لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. ركن أساسي من أركان الخلاص هو الرجاء، بدونه ممكن الإنسان لا يجد الخلاص، وهو قاعدة من قاعد القواعد الأساسية في الحياة المسيحية، الإيمان والرجاء والمحبة اللي قال عنهم بولس الرسول: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة وأعظم، ولكن أعظمهن المحبة. الثلاثة مرتبطين ببعض. أنا بحب ربنا ومؤمن إنه موجود ومؤمن إنه صانع الخيرات، فعندي رجاء انه مش هيخليني محتاج. انا بحب ربنا ومؤمن انه ضابط الكل قادر على كل شيء، عندي رجاء انه مسيك حواليا. انا بحب ربنا ومؤمن انه راح يعد لي مكان في السماء، فعندي رجاء في الابدية. يبقى بالبلدي رجاء معناها انا عشمي في مين، انا عشمي في مين، او عشمي في ايه؟ هل عشمي في العالم وكل اللي فيه، فلوس ولا مركز ولا شهرة ولا متع ولا اي حاجة، ولا عشمي في ربنا وفي الابدية؟ هتكلم معاكم بسرعة على نوع واحد بس من الرجاء ويهمنا كلنا، هو الرجاء في محبة ورحمة وغفران الله. الرجاء في غفران الله. الخطية بتعمل فينا ايه؟ للأسف عدو الخير بينسك حوالينا خيوط أضعف من خيوط العنكبوت، لكن بعد كده يحاول يقنعنا إننا متسلسلين بقيود من حديد، لكن هي وهم. واحنا بنخضع لهذا الوهم وبنفضل تحت سلطان الخطية من غير ما نحاول اننا نقوم ونقدم توبة، ونفضل في حالة الاحباط واليأس مدة طويلة. ممكن في البداية الانسان يسقط عن ضعف في خطية ما، وبعد كده تفسيره للسقوط يخليه يخضع للخطية ويسقط فيها مرارا وتكرارا من غير ما يحاول انه يتوب عنها، فيسيب فيه تأثير فكر السقوط اكتر من السقوط نفسه، ويلف في حلقة مفرغة ما بين سقوط فندم فإحباط فبداية من الصفر. عشان كده ما بننموش في الحياة الروحية، بنلف في الدايرة دي، نقع في الخطية فنندم عليها ويجي لنا احباط، انا ازاي اقع في الخطية دي؟ ولما اقدم توبة واعترف، بس ما بتكونش توبة قوية، بعد يومين ثلاثة اقع في نفس الخطية، فيحصل ايه؟
يحصل تاني ندم واحباط وارجع ابتدي من الصفر، واجي لابونا واشتكي: يا ابونا انا مش عارف انمو في الحياه الروحيه، مش عارف اتقدم في الحياه الروحيه، يا دوبك صلاه باكر والنوم اللي انت مديهم لي لسه زي ما هم، ما زودناش فيهم حاجه. ليه؟ لان كل مره الاحباط بيخليني ابتدي من ايه؟ من الصفر. فابونا مش عارف يزود لي حاجه، ابونا مش عارف يزود لي حاجه. هو ده اللي بتعمله فينا الخطيه، وبنفضل محلك سر. طب نعمل ايه؟ ازاي نكسر الدايره دي؟ عشان كده نمره واحد، محتاجين اننا نتغلب على الاحباط. دي نمره واحد، ده المفتاح ان انا اكسر بيه الحلقه المفرغه دي. لو حصل ان انا سقطت في يوم من الايام في خطيه عن ضعف، وخلي بالكوا انا بقول عن ضعف مش عن استباحه، يعني مش انا اللي بخطط وانفذ وعجباني الخطيه وعايش فيها ومش عاوز اسيبها، دي حاجه تاني. لكن انا بتكلم على السقوط عن ضعف برغم ان انا كاره الخطيه وعاوز اتركها. لو سقطت في يوم من الايام عن ضعف وجالي ندم وحبيت اقوم واعترف وابتدي حياه جديده، وابتديت تدبير روحي معين، لو حصل برضو سقوط عرضي اثناء الطريق، اوعى يجيلك احباط، لان بسبب الاحباط ده هتبطل صلاه، وتبطل حضور كنيسه، وتبطل قرايه كتاب مقدس، وهتبطل التناول، وهتبطل انك انت تحضر اجتماعات. ده بسبب الاحباط. فين بعد شهر لما يعدي وتروح لميعادك في الاعتراف يكون حياتك الروحيه ايه؟ بقت رجعت للصفر. لكن احنا محتاجين حتى لو سقطت قوم في نفس اللحظه، قدم توبة وقدم صلاة حرة لربنا وقول له: يا رب أنا آسف، سامحني. واوعى توقف أي ممارسة روحية أنت بتعملها، اوعى توقف الصلاة، اوعى توقف كتاب المقدس، اوعى توقف قراءتك الروحية، اوعى توقف القداس والتناول. ولما تروح تعترف تبتدي من حيث أنت إيه؟ انتهيت، مش من هتبتدي من الاول تاني. يبقى اول حاجة لازم ننتصر على الاحباط، وهو ده اللي بيعمله فينا الرجاء. في آية جميلة جدا في مزمور 37، المرنم بيقول: اذا سقط، بيتكلم على الانسان، اذا سقط لا ينطرح لان الرب مسند يده. حتى لو الخطية كعبلتك في يوم من الأيام وسقطت، ما تخافش، مش هتنطرح للأرض خالص، لكن خلي عندك رجاء إن الرب مسند إيه؟ مسند يدك. شفتوا شجرة لما بنيجي نقطعها من جذعها على وش الأرض، هل كده الشجرة بتموت؟ أيوب الصديق في سفر أيوب يقول لنا ان لهذا الجذع اللي لسه موجود على وش الارض ليه رجاء. فبيقول: لان للشجرة رجاء، اذ ان قطعت تخلف ايضا ولا تعدم اغصانها، ولو قدم في الارض اصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ وتنبت فروعا كالغرس. حتى لو كان الشجرة اتقطعت لكن جدرها لسه موجود، من ريحة المية ممكن تفرع تاني وتخضر. في الدير كانوا الآباء ساعات يحبوا يغيروا نوع من أنواع شجر الزيتون ويطعموه بنوع جيد، فكانوا يقطعوا الشجرة خالص لغاية يدوبك كده فوق وش الأرض بشوية،
كل التفكير ان الشجرة دي خلاص ملهاش رجاء خالص، مش ممكن تقوم تاني. مفيش اسبوعين تلاتة نلاقي ورق اخضر طلع من جذعها من غير اغصان، طلع ورق اخضر من رائحة الماء. واحنا كلنا فينا هذا الماء اللي هو الروح القدس يعمل في كل شخص فينا، حتى لو في يوم من الايام بعد هو قادر ان هو ممكن يرجعه لو الانسان عنده هذا الرجاء وقدم توبة وجه للكنيسة، قدم اعترافه وتناول من جسد ودم المسيح. يبقى اتغلب على الاحباط. اتنين، اقوم واقدم صلاة. لو انا قبلت ان انا اعيش بانكسار وانهزام واستسلمت للانهزام، هطمع فيا ابليس عشان ينقلني من خطيه لخطيه ابشع منها لخطيه ابشع منها. اوعوا تطمعوا فيكم ابليس. حتى لو سقطت قدم توبه في الحال وقوم صلي. لا ابالغ في القول. الكلام ده سمعته من اباء البريه. قالوا لنا الله يحسب سقوط الانسان انتصار. لو وقف في ذات لحظة السقوط وقدم توبة وصلى لربنا طالبا الغفران. ممكن تقولوا دي مبالغة شوية، لكن ربنا قال هلما نتحاجك يقول الرب. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وان كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. بيقول هلما نتحاجج، يعني اتحداكم لو في خطية ممكن تحجز عنكم غفراني لو قدمتم توبة ولو قدمتم اعتراف وتناولتوا طبعا من جسدي ودمي. عشان كده نبص في مزمور زي مزمور 102 نلاقي فيه عنوان. في بعض المزامير لداود النبي ليها عناوين، فعنوان مزمور 102 للي يلاحظه مكتوب عليه صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله. الخطية بتسبب لينا إننا نعيا، والحل إننا نسكب شكوانا أمام الله ويكون دايما عندنا رجاء انه نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. نتمسك بالوعود ديت ونطلب من ربنا انه يحققها لنا. المشكلة في الخاطي اللي لما يسقط يهرب من ربنا. أسوأ حاجة في الدنيا إن الإنسان يعيش بروح الإنهزامية دي، والاستسلام يخليه ذليل للخطية وذليل للشهوة. لكن مفيش في المسيحية حاجة اسمها حالة ميؤوس منها. بصوا الكتاب بيقول إيه في سفر أشعية: هل تسلب من الجبار غنيمة وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت. الله قادر انه يسبينا من الجبار اللي هو ابليس، ويفلتنا من ايد ابليس اللي زي الاسد الزائر ملتمس من يبتلعه هو. ونسمعه يقول: ها انا ذا في ذلك اليوم اعامل كل مذلليكي واخلص الظالعة واجمع المنفية واجعلهم تسبيحة واسما في كل ارض خزيهم. طب يا رب احنا مصدقين انك انت ممكن في اليوم دوت يوم التوبة انك انت تسند الظالعة. الظالعة يعني اللي عنده عرج، واجمع المنفية ترجعنا من ارض النفي، لكن كمان تخلينا تسبيحة
وتخلي لينا اسم في ارض خزينا. وهو ده بقى الكتير قوي. والدليل اسماء لا حصر لها من الاباء القديسين اللي كان ليهم تاريخ صعب جدا في الخطية، وبالتوبة والرجوع وبالرجاء تحولوا الى تسبيحة. وبنقول لهم زكسولوجيات، وبنقول لهم تماجيد، وبنذكرهم في مجمع التسبيح، صح ولا لا؟ واحد زي القديس الانبا موسى الاسود، شوفوا كان ايه ودلوقتي بقى ايه. صحيح بنفتكر ونقول ده كان زمان، لكن احنا بنعمل ايه؟ بنقف ونقول له التمجيد، ونقول ونذكر اسمه في القداس وفي التسبيح. وعد ربنا بيقول لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. كل ده بحاجة واحدة، ان انا عندي رجاء في غفران ربنا. وهو ده اللي مخليني ان انا كل يوم اقدم توبة واقدم اعتراف واتمسك ان انا اتناول من جسد ودم المسيح. عشان كده حط رجائك في غفران ربنا، وحط دايما عنوان قدامك: الرجاء هو باب النصر. الرجاء هو باب النصر. الرجاء ده اللي يخلينا نعيش في فرح. الدنيا فيها اللي مكفيها زي ما بيقولوا، تعب وألم وشقى واضطهادات وأمراض وكل الغلب، لكن تلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي بيتميز بحاجة عجيبة جدا، بيتميز بفرح لا ينطق به ومجيد. جايبه منين ده؟ جايبه منين؟ جايبه ده ترجمة للرجاء اللي دايما عنده. في يوم من الايام هنعيش عيشة احسن من ديت، لا حزن ولا صراخ ولا تنهد ولا كآبة ولا خطية ولا اي حاجة من الحاجات دي. والرجاء ده هو اللي مخلينا عايشين حالة الايه؟ حالة الفرح. ويستغربونا في حالة الفرح اللي احنا شاعرين بيها. دايما حطوا قدامكم الآية اللي اتقالت في ميخا النبي: لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه، حتى يقيم دعواي ويجري حقي، سيخرجني إلى النور، سأنظر بره، وترى عدوتي فيغطيها الخزي القائل لي: أين هو الرب إلهك؟ الرب إلهي موجود جوايا بيعمل فيا، وأنا واثق فيه وعندي رجاء فيه إن هو يغفر لي خطيتي عندما أقوم وأقدم توبة. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتنا، يعطينا أن نفرح في الرجاء ونفرح بحب ربنا لينا وحبنا ليه. له المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. هنية خنو اسميني اسقو وبنت باي اهو بي اوي بي اوي كطا بفر